سؤال السياسيين العياري، ائتلاف أمل وعمل المستقل، نفس السؤال. ائتلاف أمل وعمل المستقلة اللي موجود في 32 دائرة ويسمى ائتلاف انتخابي ونجم شكل الحكومة معدل أعماره 33 عام، أول حاجة سنسعى إلى تغيير النظام الداخلي من النواب. علاش؟ المحكمة الدستورية اليوم علاش معطلة؟ لأنه انتخابات النواب على أعضائها سرية، فتنجم النواب تتلاعب وهذا ما حدث. أول تنقيح سيكون يصبح التصويت على أعضاء الهيئة الدستورية علني، هكاك المواطن ينجم يحاسب النواب متاعه. اثنين، في 99 أولى يوم الأولى باش يجينا إن شاء الله قانون المالية. في قانون المالية عندنا بعض الاقتراحات. أول حاجة صندوق بدل الدعم. أعتقد أنه السائح كي يجي للنزل ويأكل الخبز المدعم والفرينة المزعمة والسكر المدعم، أعتقد أنه صندوق الدعم لا يجعل من لي هذا، نحسب كل نزل قداش من سائح قداش استهلك دعم ويرجحهم. اثنين، عنا 100,000 منقطع عن الدراسة سنوية. أعتقد أنه صندوق لعاد إجماله ممول من نسبة من أرباح الإشهار في التلافز تكون فكرة نجمة تروحوها. بالنسبة للبنوك، نأكد أرباح البنوك مش حجم معاملاتها تمشي إلى الصناديق الاجتماعية. عنا قانون الأفسير حبوا يولي منظم بقانون، ما عادش بأمر، هذا كيف كيف في صندوق الدعم. ونحبوا نطرحوا كيما على الطريقة الإنجليزية، يمكن لنصف الناخبين في دائرة معينة أنهم يسحبوا الثقة من النائب متاعهم لما ما يكونش في مستوى ما يخدمش الخدمة متاعه، سواء الرقابية أو التشريعية أو التمثيلية. هذه على الأقل النقاش قدموها في 90 دون الأولى. ونقطة تقنية بالله، أنا مش الكتلة اللي تقدم مقترحات يزمع 10 نواب، والكتلة تنجم تكون أقل من 10 نواب، في حين مقترحات تعديل في قانون المالية 5 نواب يكونوا كافيين باش يكونوا دقيقين في السؤال. لما تكون في كتلة على الأقل 10 نواب، كتلة أقل من 10 نواب. شكرا على التوضيح. شكرا، مرحبا.